يعطيكم العافية والسلام للجميع. تربية الأطفال يمكن من الأشياء اللي كلياتنا كأهالي بنحاول إنه نقوم فيها بأحسن وجه، ومعظمنا بيسوي كل شيء في حياته من أجل أطفاله. في ناس بتقدم على وظائف وبروحوا أماكن خاصة عشان الأطفال، في ناس بيعملوا هجرة عشان الأطفال، في ناس بنتقلوا من شغل لشغل عشان أطفالهم، في ناس ما بوكلوا وبشربوا وبتدخروا مصاري عشان أطفالهم. لكن تربية الأطفال في هالأيام أصبحت صعبة. عم بنحاول الآن الأطفال في هذه الأيام بدك تقنعهم قناعة، بدك تعمل لهم إكسبرمنت، بدك تورجيهم شو اللي لازم يسووه، مش بس بكلام، بتفكير وبعمل. خليكم شوفوا سلسلة هاي الفيديوهات، هنعمل أكثر من فيديو عن هذا الموضوع. طيب خلينا نحكي هلا عن موضوع البيبسي، اوكي؟ شوفوا هذه البيبسي اللي هو انت عبارة عنك، انت انسايد، اوكي؟ لما اي واحد يخليك تعصب اكنه هي شيكت يو، اوكي؟ كثير كثير كثير. فبصير عندنا احنا تو اوبشنز، وان انه نخلي تمنا مسكر، اوكي؟ والثاني انه نبدا نسب عليه. اول ما تسبي شو راح يصير؟ راح يطلع الشغلات المش كويسه منك، صح؟ هذه الشغلات خلص ما راح تقدر ترجعيها. ف ماي سجشن دائما الكو، اذا حدا حاول يخليكم تعصبوا كونوا زي قنينة البيبسي هاي. سكر تمك، حاول انك ريلاكس، اقرا قران، اقرا سوره الكرسي، عد للعشرة، عد للعشرين، وبعدين فكر شو تحكي، لانه اي كلمه بتحكيها وبتطلع من تمك صعب ترجعها. فاذا سبيت على واحد، اذا حكيت له شغله مش كويسه، صعب انك ترجعها باك، اوكي؟ شايفين زي هذا كله هلا راح هذا ايش على الفاضي، صح؟ فهو نفس الشيء، لازم احنا شو نسوي لحالنا؟ انه ريلاكس then you can answer، صح ولا لا احمد؟ بس ايش think، اذا في عندك صاحب مثلا سب عليك، هل انك كويس انك تسب عليه؟ لا، روح على البرنسبل، روح على التيتشر، احكي لها وخلص، this is your job، اوكي؟ اما انت تسب عليه هو راح يسب عليك، انت حتسب عليه هو حيسب عليك، حتصيروا ايش؟ بيبسي بالارض، صح؟ بالطنجره، اوكي؟ طيب هاي هذه الاولى ضربه. خلينا نتذكر صح. No, that's done. That was good. اوكي. No dirt. لا ما في شطر. اوكي؟ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.